بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه التمارين أركز عليها الآن صدمة هي رحيمة طبعا أمر يكون تركيز بيكون تكييف يعني تكييف ما في مسافة كبيرة بين يعني أو يكون تركيز بين بدن عند إذا عندك بدن خلي يصير بدن يشوف مجموعة الأرقام اللي فيها تعلم اللي يتم بينها رجالي تبدي البدن تبدي تبدي مصيبة عبارة عن تواجد كرة ومع تواجد الكرة في شيء في العمري تواجد السعيد تواجد السعيد تواجد السعيد تبدي المركز بس الأربعة اللي يتقدم الكرة يتقدم الكرة يكون مركز تقول تبدي الكرة تبدي من الأربعة طبعا تبدي المركز جداري واحد عشان يوقف الكرة التسعة ويبدل واحد يوقف الكرة عشان يكون الكرة ليخرج أو يكون الكرة ثم نطلق ما بعد لابد من حاجة تغيير الكرة التمرين تحسب حساب قصير وتخلي ثلاث دقائق بدون تدريب بدون ثلاث دقائق مع تحت الدور اللي يكون ممكن دقائق اخرى انت تسلم بطل كحركه موجوده بها تخليها فهاي التمارين اللي دائما المقصودين اللي هي بيفرقوا على تقليل التشديد أنا ليش وضعت هذه المسافات؟ وضعت هذه المسافات من أول ما تبصر ما يبصر خليت هذه المسافة من كم المسافة من هذه وين ممكن جدا جدا مقدر تكون تكون من القراءة الصغيرة اللي مثلا 14 لكن لا تقل أربعة مسافات صغيرة جدا تركز فيها تكنيكا وتكنيكا هذا التمرين تمرين فوق حقيقة تستعيد استهلاك جيد وتخلق تمرين استهلاك تمرين يكون مع الكلام والمسافات محددة تأخذ الاعتبار في المسافة الحقيقية في شهرية في الأرض على هذا الشكل أو هذا الشكل على هذا الشكل تقوم بجمع مثلث في المناطق الجاري إلى مباشرة خرج مثلث من أربعة مثلث بس ثم رحل تغني تحمل قطر يروح قطر إذا نحن سوينا مو فيزيك انت قد ما تحتاج هذا الامر فقط او الى مثل او الى خلف المجموعه الاسم روتشي اخوان سيلو الكسر تكنيك بعد العلوم بعد الفتره احنا وقال ان يمكن ان يحاكى بدني المعروف عن البدني انت تسيطر على المسافة في لحظة واحدة هذا مثلث في البكرة يصير في المثل لحظة على مثلث سالي يعني المسافة في 12 في المثل 12 من البكرة تكرار 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 سواء يمكن أن يكون ممكن فقط يمكن أن يكون سريع أو يمكن أن يكون
there's no problem, I'm taking it, but I'm the husband, and I'm taking it. Thank you.